رمضان 98-99. جائزة People's Choice Awards في دورتها 25 تذهب إلى توم هانكس وساندرا بولك. I love you too. بداية إذاعة المسلسل الشهير The Sopranos. الدورة 26 لجوائز American Music Awards تفوز بها سيلين ديون عن فيلم تايتانيك والمغني إريك كلابتون. قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تعلن 1999 عام لكبار السن انطلاق عملة جديدة في أوروبا اسمها اليورو. في أول زيارة للقطب الجنوبي للمريخ، وكالة ناسا تطلق مارس بولر لاندر، أطلقتها لدراسة التربة والمناخ في كوكب المريخ. الطريف إن المركبة دي اتكسرت في هبوطها على سطح المريخ بسبب خطأ حسابي في عملية الإنزال قدره ثانية واحدة فقط، يعني ملايين الدولارات ممكن تروح في ثانية. تبدأ محاكمة الرئيس بيل كلينتون في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد أن صوت المجلس على اتهامه بالكذب بشأن علاقته بمونيكا لوينسكي. العراق تعلن نيتها لقصف الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية بمناطق الحظر الجوي، ولكن قصفت العراق من الدولتين. شباك تذاكر الأفلام الأمريكية يسجل رقم قياسي ليحقق 6.2 مليار دولار في عام، وإحنا هنا كان أعلى إيرادات بتجيب 27 مليون جنيه من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، يعني 8 مليون دولار ساعتها. أخيراً في مصر تنجح مصلحة الأدلة الجنائية والطب الشرعي في إدخال نظام تحليل الحمض النووي DNA لتصبح مصر الثانية على مستوى الشرق الأوسط باستخدام التحليل الجديد. فيلم دانتيلا يفوز بجائزة أحسن إخراج بمهرجان يونج يانج بكوريا الجنوبية. التلفزيون المصري يعرض لنا فوازير بوجي وطمطم طبعاً، مسلسل الظهور الأول للأرموطي في مهمة سرية، فوازير ما نستغناش، رائعة ألف ليلة وليلة بطولة بوسي وماجد المصري، مسلسل امرأة من زمن الحب بطولة سميرة أحمد ويوسف شعبان وبمشاركة الوجوه الشابة كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز، مسلسل رد قلبي بطولة محمد رياض في دور ابن الجنايني، نرمين الفقي في دور إنجي بنت الباشا، رامز جلال في دور البرنس علاء. هتبقى غبي حتى قليل الأدب. انت قليل الأدب. قليل الأدب إنجي. وحشتيني قوي. مسلسل السيرة الهلالية بطولة جمال عبد الناصر، مسلسل هوانم جاردن سيتي الجزء الثاني، مسلسل رياح الشرق بطولة محمود ياسين وأحمد ماهر، مسلسل القلب يخطئ أحياناً مصطفى فهمي وميرفت أمين، مسلسل سنوات الحب والشقاء بطولة نيلي وصلاح السعدني. الإعلانات الرائعة بأكثر من 10 رعاة، ليالي الباشا تعالى كل ليلة يا حليلة يا حليلة، خيمة مكسرات موبينيل تقدم وائل كفوري لما كان شعره طويل في شيراتون هيليوبوليس، فيديو فيليبس من أحمد بهجت ب 900 جنيه شامل الريموت ومضاعفة زمن الشريط، شركة موبينيل سعر الدقيقة ب 25 قرش على المحمول، مدينة الرحاب مصر التي في خاطري فقط بقسط شهري 1000 جنيه تحصل على شقة مساحة 160 متر، ظهور هاتف نوكيا 8810 في مصر ومتوفر من مجوهرات السرجاني في سينما رينيسانس The Mask of Zorro، قناع زورو ورجال خطرة Men in Black والأب الشجاع رانسم. مش فاهمة ايه علاقة الترجمة. عادل إمام يعود بالواد محروس بتاع الوزير، وبناء على طلب الجماهير صعيدي في الجامعة الأمريكية يعرض جنبا إلى جنب مع تايتانيك. مع السلامة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة ودوس على الجرس وسيب لنا تعليق.